شفنا معكم درجات الحرارة في مناطق مختلفة في الدوحة، وصار وقت نروح عند سعود المعاضيد اللي بيكلمنا أكثر عن افتتاح 3 منافذ جديدة لبيع اللحوم، بنعرف معاه تفاصيل أكثر. صباح الخير يا سعود. صباح النور، يا مرحبا ومسهلا يا أختي خلود، أصبح عليك بالخير وأصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. مشاهدينا الكرام، افتتحت شركة ودام الغذائية منفذ ودام لبيع اللحوم في منطقة القذيفية. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله بنتعرف على هذا المنفذ والمنافذ الأخرى اللي تم افتتاحها مؤخرا من خلال ضيف اللي موجود معاي السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام القضائية. يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يرحب بك. الله يسلمك. شرفنا على شاشة قناة الريان. شرف شرف لي. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يجزيك. الله يجزاكم خير. نشكر قناة الريان على الاستضافة هذه. العفو. الله يسلمك ولا شكر على واجب. في البداية ودي تعرفنا بشكل عام عن منفذ القطيفية اللي تم افتتاحه مؤخرا والمنافذ الأخرى اللي تم افتتاحها بعد مؤخرا. شو اللي تشمل أو شو الخدمات اللي تقدمها خاصة للسكان في هذه المناطق؟ المنافذ هذه ما يخفى عليكم معروفة أن 5 منافذ في الدولة عن طريق أسواق فرجان، كانت لدى وزارة الاقتصاد قرعة وشاركنا فيها كشركة ودام، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى حصلنا على 5 منافذ، منها فرع القطيفية وفرع مسنيم في منطقة المعراض وفي منطقة وادي قديم روضة قديم. وهذه المنافذ كلها توفر منتجات عدة من اللحوم الأسترالية والعربية والسورية، وفي بعد منتجات من السودان ومن الهند، من جميع منتجات اللحم سواء كان مثل ما تشوفونه هنا وسواء كان اللي هو الذبيحة الكاملة. الذبيحة الكاملة. طبعا أنا ودي أعرف أو ودنا أن نعرف المشاهدين أكثر على أي أساس تم اختيار هذه المناطق بالذات، هل أنها ما تشمل هذه الخدمة أو أن الخدمة فيها قليلة، أو حتى ممكن أن أنتم تلبون لهم هذه الاحتياجات نفس اللحوم اللي موجودة عندكم؟ هذه المنافذ طبعا مثل ما قلت لك عن طريق وزارة الاقتصاد كانت قرعة وتقدم، وكانت ترسي على أي محل في محل فتختار هي هاي تطلع قرعة، فسبحان الله لو وفقنا بهال5 منافذ. وهذه المنافذ بوسط مناطق سكنية تشكر عليها وزارة الاقتصاد على العمل هذا اللي سووه، توفير خدمات اللي يوفرون خدمات حق السكان اللي موجودين في المنطقة، في كل منطقة يكون لهم منتجات ومنافذ، سهولة تواصل الزباين والمواطنين للمحلات هذه. على طاري سهولة التواصل، نبغى نعرف الخدمات اللي تقدمها المنافذ، هل إن الخدمات تختلف من منفذ إلى منفذ ولا الخدمات كلها نفسها؟ الخدمات أخوي سعود بسيطة جدا، هي الله يحفظك المنافذ موجودة من افتتاحها الساعة 8:30 إلى المساء في بيع اللحوم جميع أنواعها سواء كانت أسترالية أو سورية أو عربية أو سودانية أو هندية، وفي توصيل المنازل. خدمة توصيل المنازل هذه خدمتنا الحين نزلينها، سوينا لها لونشينج قريب من أقل من 20 يوم، ويقدر يتصل المواطن أو المقيم في أي وقت ويطلب توصيل ويتم تلبية طلبة آلية معينة للعمل. طبعا تشكرون على هذه الخدمة وبيض الله وجهكم. وجهك. ممكن وأنا جاي الصبح شفت أنكم تنزلون لحم توا جاي توا واصل، متى يوصلكم اللحم؟ هل هو أسبوعيا يوميا يكون فريش مو بفريش؟ عندنا النظام هو كل يوم الصبح تقريبا ما بين الساعة 6 إلى الساعة 8 صباحا سيارات ودام تطلع من مقرها الرئيسي إلى جميع المنافذ وتنزل اللحم بداية الصبح، ويجون آخر اليوم يستلمون المتبقي التالف الخربان اللي ما يصلح ويبدلون له ثاني يوم، فيكون لهم مرتين، مرة بداية النهار ومرة نهاية النهار. اي نعم. في الختام اكيد اهم شيء خاصه في اللحم انها تكون النظافه موجوده، النظافه في انواع اللحم، النظافه حتى في التقطيع. ممكن انا اشوف الالات اللي موجوده تعرفنا عليها اكثر، شلون ممكن تستعملونها او شلون يتم استعمال هذه الالات؟ صحيح، هذا والله من اهم الاشياء اللي ركزنا عليها الفتره الاخيره، وشركه ودام تشكر على هذا وموظفينها والدكاتره اللي جبناهم والاخصائيين اللي فيها. عندنا اجهزه معينه نستعملها كتنظيف موقع، كحفاظ على صحة وجودة اللحوم جميعا قبل تغليفها وبعد تغليفها ووجودها في المنافذ. عندنا الجهاز اللي هو الأوزون، هذا المادة اللي تنفرز على جميع الأدوات اللي تستعمل في قص اللحوم، ويوجد كذلك السبراي، هذا دواء معقم اسمه ألفا ينرش على جميع الملاحم داخليا وخارجيا قبل وبعد بشكل يوم، قبل لا يتم افتتاح المحل في اليوم وآخر النهار قبل انتهاء العمل. بعد انتهاء العمل. نعم.
نعم يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يجزاكم خير. طبعا مشاهدينا كل الشكر للسيد عبد الرحمن الخيارين رئيس تنفيذي لشركه ودام الغذائيه. طبعا هذا كل اللي عندي من منفذ ودام، وارجع لاختي خلود في الاستديو. الله يجزاكم خير. شكرا سعود، نشكر ضيفك الكريم. ومشاهدينا ومستمعينا نحاول يعني في خلال ساعتنا الصباحيه نقول لكم اكثر المواضيع والاشياء اللي صايره عندنا في الدوحه، ومن هالمواضيع جائزه الدوله لادب الطفل اللي تعزز الثقافة لدى الجيل الجديد. انطلقت فعاليات المهرجان الثقافي الرابع لجائزة الدولة لأدب الطفل، وذلك بهدف اكتشاف وصقل المواهب الأدبية لدى الطلاب وتطوير الإبداع عندهم. بنعرف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لنعمل سويا على اكتشاف مواهب أطفالنا هو شعار المهرجان الثقافي الرابع لجائزة أدب الطفل، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، ومشاركة 60 طالبا وطالبة من مختلف المدارس المستقلة. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات، أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي. وشمل المهرجان تنظيم 3 ورش لصقل مواهب الطلاب، هي ورشة الشاعر الواعد، ورشة إنتاج رسوم كتب ومجلات الأطفال، بالإضافة إلى ورشة القصة والرواية. لا شك أن مثل هذه الدورة في البداية تؤسس لعمل صحيح لانطلاقة هؤلاء الفتيان نحو كتابة قصصية سردية قصصية أو روائية، تؤسس لعمل صحيح، وبعد ذلك ممكن أن ينطلقوا انطلاقات جميلة. مستواهم كطلاب ثانوية وإعدادية جيد جدا، لديهم بعض المعايير الجميلة مثل الفكرة في كتابة القصة، مثل بعض المقدمات الجميلة المشوقة، لديهم دعنا نقول فعلا بذور إن شاء الله نحن نرعاها، وبعد ذلك يتوفر عندنا كتاب جدد إن شاء الله. وموهبة الرسم، وأنا جاي هنا عشان أتعلم الرسم في الكمبيوتر، أنا تعلمنا عن برنامج وأنا بطبقه في البيت. عندي مجموعة من قصائد من شعار معروفين، وفي منهم اللي أنا كتبتهم، وساعدوني أبوي وعمامي على الشعر في المدرسة، ولقيت قصائد في المدرسة بعد، وإن شاء الله أن نفوز والله يوفقنا أجمعين إن شاء الله. ويعد المهرجان الثقافي لأدب الطفل فرصة لتنمية ملكة الإبداع لدى الطلاب المشاركين، وتطوير الأساليب التعبيرية والبلاغية لديهم، والسعي نحو توفير نصوص نثرية وشعرية جيدة من إبداع الطلاب أنفسهم. أكيد كل واحد من عيالنا أو بناتنا عنده موهبة، بس لازم إحنا نعرف شنو هي هذه الموهبة وشلون نقدر ننميها. وبكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من الصباح رباح. تقدرون تتواصلون معنا لأي استفسار أو لأي اقتراح أو لأي مواضيع تهمكم وتبغون أكيد نعرضها على هاشتاغ الصباح رباح على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. نشوفكم باكر مع مواضيع جديدة. في أمان الله.